فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الأشخاص عندما تقول لهم إن هؤلاء القبوريون، إن هؤلاء القبوريين والذين يدعون عليا أو يدعون الحسين أنهم كفار، يقولون بأن هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله وأن سبحان الله. الحين درسكم لنا سنين أنه ما يكتفى بلفظ لا إله إلا الله حتى يعمل بمقتضاها، يعرف معناها ويعمل بمقتضاها. هؤلاء يقولون لا إله إلا الله لكن لا يعملون بها، بل يعملون بخلافها ويعبدون غير الله. هؤلاء يقال لهم إنهم مسلمون وموحدون، يقول هذا. نعم.